تشاهدون في هذه الحلقة: منطقة البساتين في عدن بيئة تبحث عن الأمان، مهرجان تسويقي لأعمال السيدات بذكرى نوفمبر، محمد العنبري لاعب كرة قدم ارتبط اسمه بعدد من الأندية، جولة إخبارية سريعة نتابع فيها أهم أحداث المدينة وأهل المدينة. استأنفت مصلحة الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن العمل بعد توقف دام 3 أشهر، وشهد مبنى الجوازات بمديرية كريتر إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في استكمال معاملة استخراج الجوازات وتجديدها. وطمأن مدير مصلحة الهجرة والجوازات العميد محمد عباد المواطنين بتوافر أعداد كبيرة من الجوازات وتسهيل إجراءات الحصول عليها. اختتم اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة في العاصمة المؤقتة عدن مهرجان التسوق والترفيه الذي أقامه على مدى 3 أيام احتفاء بذكرى الاستقلال 30 نوفمبر. ويقام المهرجان كتقليد سنوي بهدف الترويج للمشاريع النسوية وتسويق منتجاتها. شهدت العاصمة المؤقتة عدن ماراثون رياضي لسباق الدراجات الهوائية ضمن فعاليات الاحتفاء باليوبيل الذهبي للبنك الأهلي اليمني. الماراثون انطلق من جولة كالتكس وصولا إلى ساحة البنوك في كريتر بمشاركة شبابية واسعة. منطقة البساتين شمال مدينة عدن أكبر تجمع للنازحين واللاجئين، تفتقر المنطقة للخدمات الأساسية. تابعونا في هذا التقرير. منطقة البساتين شمال عدن من أكبر التجمعات السكانية للنازحين اليمنيين واللاجئين الأفارقة، وأكثرها عرضة للمخاطر الصحية والبيئية بسبب تردي الخدمات. في إحصائية أخيرة من المجلس المحلي سمعناها تقول عدد سكان البساتين أكثر من 40,000 نسمة، وهم يعتبروا من الأشد فقراً في منطقة عدن أو مدينة عدن. والأعداد اللي تتم مساعدتها أو مثلاً إخراج، حتى الآن نحن على مستوى القمامة في منطقة البساتين احتياج إخراج القمامة أكبر من اللي نحن نقوم به. في منظمتين تقوم بإخراج القمامة من البساتين بإضافة إلى صندوق النظافة، فوق ذلك هي غير كافية. القضايا المجتمعية اللي كانت أكثر إلحاحاً في الفترة ذيك كانت موضوع النظافة والصرف الصحي والأمن. أيامها كان خاصة بعد الخروج وبعد الحرب كانت مشكلة الأمن لسه كانت مشكلة، وموضوع الكهرباء وعدم وجود الإنارة في مناطق كثيرة في المنطقة كان برضو في مشكلة في موضوع الأمن. كأحد الأحياء شبه الحضرية تستضيف منطقة البساتين في مديرية دار سعد مئات العائلات التي شردتها الحرب في ظل غياب شبه تام للخدمات الأساسية أبرزها المياه والصرف الصحي. في بداية السنة نعمل مسح ميداني ونحدد المشاكل الموجودة في كل بلوك وكل فئات. طبعا عندنا 4 فئات في منطقة البساتين: المستضيف هو اليمني اللي هو ساكن في المنطقة، إضافة للنازح اللي هو مناطق النزاع مثل تعز الحديدة مناطق الشمالية اللي هي دحين متنازع عليها، إضافة للاجئ الصومالي، إضافة لطالب اللجوء اللي هو الأثيوبي الأوروما. تعدد المشكلات والقضايا الإنسانية في هذه المنطقة خلق واقعا معقدا وحياة قاسية، وفرض الكثير من التحديات أمام الجهود المجتمعية الهادفة إلى توفير البيئة الآمنة. معنا الجانب الاقتصادي هو تحسين مستوى دخل الأسر المحتاجة والفقيرة في منطقة البساتين، إضافة إلى معنا جانب البيئي وهو الحد من انتشار الأوبئة والأمراض في منطقة البساتين من خلال رفع المخلفات الصلبة والغمامة وتنظيف الشوارع في منطقة البساتين. ومعانا الجانب الآخر وهو الجانب الاجتماعي، بحيث أن النشاط النظم قابل العمل يستهدف كافة
شرائح المجتمع في منطقة البساتين. فكرة المناصرة أو فريق المناصرة بدأت تأسيسه وفكرة الاحتياج لفريق مثل هذا في 2017 بحكم أنه احتياج المنطقة للخدمات الأساسية من ناحية الكهرباء والصرف الصحي والماء والنظافة. فكانت الفكرة أنه ليش ما يتم تدريب مجموعة من الشباب ويكونوا قادرين أنهم يرفعوا صوتهم ويوصلوا صوت المجتمع إلى الجهات المعنية وأصحاب القرار بحيث أنه يشوفوا حل في المشاكل الموجودة في منطقة البساتين. فتم تأسيس فريق المناصرة في 2017، تم تدريب أكثر من 25 شخص ما بين مسؤولين بلوكات ولجان مجتمعية في منطقة البساتين ونشطاء اجتماعيين، ومبادرات برضو كانت موجودة في الفترة هذه في منطقة البساتين. تبقى الجهود الخيرية التي تبذلها المنظمات الإنسانية في منطقة البساتين محدودة الدور ضعيفة الأثر ما لم تسند بجهود حكومية وإصلاحات جذرية تعمل على نحو جاد من أجل توفير متطلبات العيش وإزالة مهددات الحياة. نرحب بك أستاذة سحاب نور الدين، نائب مدير مشروع أدرا ERP عدن. أهلا وسهلا بك. بداية أستاذة سحر، كيف تقيمين الوضع الإنساني والبيئي في منطقة البساتين؟ طبعا البساتين عبارة عن خليط. بدأ الاحتياج في البساتين من التسعينات، فكان فقط لاجئين والعائدين من الصومال من اليمني من أصولهم يمنية بسبب المقاعة اللي كانت في الصومال في التسعينات. بدأ العمل الإنساني فعلا في عدن كان مجرد فقط للاجئين في منطقة البساتين وفي خرز. فمع تراكم القضايا الإنسانية في اليمن والأزمات الإنسانية زاد العبء الإنساني على المنطقة، بالذات إن هي منطقة يعني من نقدر نقول عليها جزء من بوابة عدن، من بوابة عدن تقريبا الجنوبية، إنه داخلين من لحق على طول على عدن ندخل على طول على البساتين. لذلك أغلب النازحين ينزحوا أول شيء وصلوا للبساتين، بعدين وصلوا للأماكن الأخرى. اللاجئين كذلك طالبين لجوء من الإثيوبيين، ما عندهمش أي مفر، ما فيش أي مكان قريب من احتياجهم وقريب من قدرتهم حتى الشرائية أو المادية أو الاقتصادية إلا في البساتين. فهذا جزء فقط عن سكان البساتين، بالإضافة إلى أنه بساتين جزء من دار سعد اللي هي أصلاً مهمشة. يعني أنا أقصد بكلمة مهمشة إن هي مهمشة خدماتياً اقتصادياً تنموياً، وحتى في تخوف للأسف الشديد نقدر نقول على وصمة إنه دار سعد هي منطقة للمهمشين، بالأصح نحن همشناها. فهذا يعني هذا يخلق عبء كمان ينعكس على البساتين اللي هي جزء من دار سعد. طبعا ده الجانب فقط الاقتصادي، الجانب الاجتماعي، في كمان جانب آخر، جانب الصحي. إهمال الخدمات يؤدي إلى برضو كمان ينعكس على الإهمال الصحي في الأمراض، في النظافة، في الأشياء هذه. بصفتكم أبرز المنظمات العاملة في المجال الإنساني، ما هي أبرز القضايا التي تعملون عليها؟ طبعا أدرا كوجود لأدرا من 2006، بس كمشروع بناء التكيف والطوارئ من 2014 بالتعاون طبعا مع مكتبنا في مكتب أدرا دنمارك اللي هم المكاتب المنفذة والحكومة الدنماركية، بدأنا من 2014. كل سنة يختلفوا شوية الأنشطة أو مكونات الأنشطة اللي احنا نشتغل فيها في كل مشروع. مثلا في عام 2019 عندنا 4 مكونات. مكون تعزيز سبل المعيشة، هذا المكون كان مجرد تجربة لتقريبا 20 شخص من سكان البساتين، عبارة عن ترميم أو إعادة تأهيل لبعض النقص اللي حصل بسبب الحرب أو بسبب أنه نقص من الأدوات اللي عندهم، بحيث أنه إعادة تكييفهم أو تكييفهم في المجتمع وإعادة إنعاشهم اقتصاديا. فإن شاء الله يكون ناجح هذا المشروع ونكمل بعدد أكبر للسنة 2020. هذا المكون الأول. المكون اللي لو مستمر من 2000 تقريبا من 2015 من بعد الحرب إلى الآن، اللي هو النقد مقابل العمل في إزالة المخلفات الصلبة في البساتين. المكون الثالث اللي هي مكون التوعية في مجال حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي. المكون الرابع اللي هو مكون أهم ويمكن يكون رائد في عدن كتجربة في عدن كامل، اللي هي مكون المناصرة، عبارة عن شباب من شباب البساتين من مختلف الأطياف اللي ساكنين في البساتين، سواء كان نازحين، لاجئين، مجتمع مستضيف، بالإضافة إلى طالبي اللجوء. فهذا يسعوا إلى يعني الضغط على صناع القرار في نطاق ضيق في البساتين
بالإضافة إلى المجلس المحلي لمناصرة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة إلى قضايا الصرف الصحي والنظافة. ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتكم؟ يعني دحين إحنا عندنا أدرى مثلاً في البساتين، جمعية الإصلاح تشتغل في المجال الصحي، إنترسورس في المجال في مجال الحماية، كلنا شركاء في 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 النطاق الضيق اللي في البساتين، بالإضافة طبعاً إلى دعم المفوضية السامة لشؤون اللاجئين. إنما زي ما قلت من قبل في احتياج، يعني مثلاً عندنا قضايا تختص بالحماية، محتاجين نعزز شوية التواصل والريفيرال باثوي اللي هو نظام الإحالة بين المنظمات، لأنه منظمات قليلة الآن صارت في البساتين أو تختص بالأصح لمنطقة البساتين وللاجئين خصوصاً بسبب كثرة يعني الاحتياج أو تنوع الاحتياج. نظام الإحالة صار بيننا الثلاثة في البساتين فقط، إنما كمان في ممثلين مثلاً من المجتمع المدني، في خطة بسيطة تتطور، فهذا هو التفاعل اللي بيننا البين، بالإضافة للمجلس المحلي أكيد. كيف تقيمون دور السلطة المحلية تجاه القضايا الإنسانية؟ وهل هناك عمل توافق بين مشروع أدرى وبين السلطة المحلية؟ السلطة المحلية طبعاً دورها إيجابي جداً معنا في السلطة المحلية في دار سعد. نحن متفهمين كثير دور الحكومة ودور صناع القرار، وإنه بسبب الأوضاع الحالية الدعم يقل عليهم، فلذلك ما يقدروش يعني يكافوا إذا أقدر أقول إنه الاحتياج. إنما من ناحية مباركتهم لعملنا في البساتين، وجودهم في التدشينات، حتى مناصرتهم وقبولهم لقضايا المناصرة وإصلاح المدينة وتحسين المنطقة، فكان دورهم دور إيجابي جدا ودور فعال. ماذا عن الدور التوعوي الذي تقوم به المنظمات والمؤسسات الثقافية المساندة لكم؟ شوفي في البساتين معانا طبعا احنا كأدرى عندنا زي ما قلت لك مكون اللي هو مكون التوعية، في مكون المناصرة نحن نضم كثير عدد كبير من الشباب، من شباب المبادرات في البساتين، بالإضافة إلى لجنة المناصرة، بالإضافة إلى الجمعيات الصغيرة اللي ظهرت من بعد الاحتياج. طبعا في كل بلوكات في لجان، في جمعيات، في مثلا مندوبين البلوكات، في معنا برضو كمان لجان نساء، لجان الصومال، لجان الأثيوبيين، لجان الرياضة، فكلهم يعني كل واحد يعمل دور أو دوره بالأصح لتحسين الوضع، إذا في قضية معينة، إذا في احتياج ممكن إحنا قدر الإمكان نقدر نغطي، بس في أشياء برضو إحنا بشر في ما نقدرش نغطيها، فهم موجودين العيون السائرة في كل بلوك في البساتين. مثلاً أعطيك مثلاً في قضية استدراج طفلة حصلت أمس للأسف الشديد، يعني من غير ذكر أسماء، كانت تودي إلى تحرش، فمن الممثلين اللي في البساتين اللي كانوا في البلوكات هذه المعينة اللي فيها هذا الشيء بلغونا، ونحن قدر الإمكان شغالين بالموضوع ده بالتعاون طبعاً مع إنترسوس، والآن بما أنه حصل هذا الشيء في واحد من البلوكات، هذه البلوكات راح نحن بنكثف جهودنا في التوعية، توعيتنا طبعاً تكون للآباء والأمهات بالإضافة للأطفال، الآباء والأمهات على التحرش الجنسي كيف إحنا نحمي أطفالنا منه، للأطفال نكون إيش هي المناطق الخطرة، كيف نحن نعرف إنه هذا الشخص خطر لنا، كيف نتعامل مع الشخص الغريب، نحن نقدر نقول أكثر من إنه متحرش، إحنا مش عارفين لسه كأطفال يعني، عشان ما نخوفهمش بنفس الوقت يكون عندهم الأساسيات إنه كيف حماية أنفسهم، لأنه يعني الأب والأم ما بيكونش طول الوقت مع الأطفال، يعني في لحظة سبحان الله يختفوا، لكن لازم والله يحفظ يعني في النهاية. ما هي أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتكم خلال عملكم في منطقة البساتين؟ طبعاً التحديات إنه الاحتياج أكبر من إنه نقدر نغطيه، إنما نقدر نحن نقول إنه بوجود الشركاء، بوجود المجتمع نفسه، إنه هو في تقبل للمجتمع للعمل المنظمة، هذا شوية قلل من التحديات الموجودة. إنما برجع بقول إنه البساتين عبارة عن جزء لا يتجزأ من اليمن كامل، مش بس عدن، من خلال الاحتياج، يعني الاحتياج في اليمن كامل كبير، فما بالك فقط في البساتين، الاحتياج ما صعب انه نغطيه بيوم وليلة، لانه احتياجنا مثلا لو اخذنا فقط من منظور النازحين كل يوم يجوا، كل يوم يتكاثروا، ولما ما يحصلوش دعم للأسف الشديد يرجعوا لمناطق الصراع اللي فروا منها، فهذا بحد ذاته كمان مشكلة.
فالتحديات انه ما اقولش قلة الدعم، الدعم مش موجه بشكل صحيح للفئات اللي بجد تحتاجه. يعني مخاطر نحن نكتازه بس هي موجودة. يعني مثلا مستفيد، مثلا نحن طبعا نقوم بأي قبل أي تحدي أو قبل عفوا قبل أي نشاط نعمل عملية تحقق، يعني نروح للمستفيد لبيته أو المستفيد المحتمل إلى بيته، نعرف أنه هو المستحق، هل عنده دخل ثابت هل مش دخل ثابت، على حسب الـ 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 الشروط والميزات اللي تخوله أنه ينضم إلى مكونات مشاريعنا أو إلى نشاطاتنا. فأحياناً بسبب الاحتياج في درجات احتياج مختلفة، نكون مثلاً ما دخلنا اسم هذا الشخص أو هذه الإنسانة فتجي تهدد، أحيانا يتعرضوا للضرب، أحيانا يتعرضوا للشتم بعض الموظفين، بس ما تعدش أكثر من كده. إنما نحن بعدين نسيطر على الموضوع. طبعا نحن عندنا كمان نظام اللي هو نظام الشكاوى، نتيح للمستفيدين المحتملين أو اللي يحسوا أنهم ظلموا أنه يشتكوا، والله شوفوا اسمنا ما كانش موجود، أنا عندي كده كده حالة، نرجع مرة ثانية لتحقق من الموضوع وندرجهم إذا كانوا مستحقين في نشاطات قادمة. كيف بالإمكان معالجة القضايا العالقة في منطقة البساتين؟ شق القضاء إنما التقليل والحد، لأنه إحنا مش في مجتمع مثالي، في النهاية كل ما يكون في قضايا كل ما إحنا كلنا نشتغل فيها. زي ما قلت من قبل إنه البساتين جزء من عدن، جزء من اليمن، يعني لو خفت المشاكل إذا كان في استقرار عام توالياً بينعكس على البساتين. ما هي أولوياتكم يعني عند معالجة القضايا؟ ما هي القضايا التي تكون في الأولويات؟ أول شيء جانب طبعا الإنساني، الجانب الصحي، وجانب الحماية، بالإضافة إلى في النهاية الجانب الاقتصادي، إنعاش الجانب الاقتصادي لسكان البساتين. حدثينا عن أهم القضايا التي واجهتكم خلال عملكم في منطقة البساتين. كان تقريبا معظمها قضايا بسيطة يعني اجتزناها، مثلا قضية قضايا الحماية، في أشخاص مثلا لما تجي تكلمي عن زواج القاصرات ولك لا ما فيش من منظور ديني أو 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 أو، مع احترامنا الشديد يعني للأشخاص هذون أو حتى للفكرة الديني، في سوء فهم، وفي كمان بعض الأحيان يعني تقبل إنه ما فيش تقبل للموضوع خالص، لما تجي إنه مين أجت هذه، إنما لما تجي من المجتمع نفسه، يعني إحنا عندنا فريق المناصرة، فريق التوعية من المجتمع عشان يقدروا يتقبلوا منهم الفكرة. فكثير من يعني في عندنا أمثلة لأشخاص كانوا ضد الفكرة تماماً، إنه يعني طبعاً تغيير السلوك ما يأخذش يوم وليلة، إنما في بعض التجارب تقبل على الأقل أو احترام الرأي، إنما بعدين تغيير السلوك يأخذ وقت طويل. كيف يتم التعامل مع الناجيات من العنف؟ طبعاً إحنا مختصرين للأسف الشديد على نشاطين، النشاط الأول هو التوعية اللي هو القبلي، الحد قبل ما يصير، وإذا صار يعني العنف هذا يكون استجابتنا إنه عندنا نظام أو شبكة إحالة، يعني ممكن نحيلهم لمنظمة إنترسوس أو إذا كان في احتياج صحي يحالوا إلى جمعية الإصلاح. هل هناك حالة نجاح من الناجيات من العنف ممكن أن تذكريها؟ طبعا الى الان ونحن نشكر الله ما صادفناش اي حاله احيلت بسبب عنف قائم على النوع الاجتماعي او حتى حمايه الطفل من قبلنا لانترسورس او حتى للاصلاح، انما معظم الاحالات كانت لاشخاص من النازحين الى عدن، من اللي فقدوا الوثائق الثبوتيه تبعهم، فنحن نحيلهم يا اما لانترسورس او للانرسي المجلس النرويجي للاجئين. استاذه سحر، كم من الوقت تقدرين حتى تصبح منطقة البساتين لا نقول مثالية ولكن شبه مثالية؟ زي ما قلت لك ما فيش مثالية، بس اللي حوالين البساتين إذا تحسن الحال خارج البساتين طبيعي بينعكس على البساتين. إذا توقفت الحروب، إذا توقف النزوح، حال الناس استوى أفضل اقتصادياً، استقرت العملة، استقر الوضع الأمني، الوضع الصحي، صار في اهتمام وصار في مساءلة للمنظمات ولشركائنا من الدولة أو كان من صناع القرار، صار في مساءلة لأي نشاط يقوموا فيه طبعا من ناحية يعني تحسين الخدمات، فأكيد بيتحسن الوضع. هل من رسالة أخيرة تودينا نقلها في نهاية هذا اللقاء؟ طبعاً عندي نقطتين فقط. النقطة الأولى أنه ياريت تعزز أكثر النظر لمكون
الفئات المختلفة المثرية في البساتين من نازحين، لاجئين، طالبي لجوء ومجتمع مستضيف، ينظر إليهم يعني كجزء من مكونات عدن كامل، مش فقط كجهة أو كمجموعة مهمشة في طرف عدن اللي يغضوا كثير الطرف عن هذا. أول شيء. الشيء الثاني إنه ياريت كمان نرجع لتفعيل نظام مساءلة بين الشركاء جميعا، الشركاء الفاعلين في البساتين من ناحية الخدمات الصحية الاجتماعية وكمان البيئية. أستاذة سحر نور الدين، نائب مدير مشروع أدرا ERB عدن، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا لك. ومجددا تثبت المرأة اليمنية أنها قادرة على إحداث فرق وترك بصمة. دعونا معا نشاهد المرأة اليمنية وهي تحتفل بدورها التنموي في الحياة. ما تزال عدن يوما بعد آخر تعكس صور الجمال والتحضر المدني بأرقى معانيه فناً وصنعة وتعايشاً وسلام. على إيقاع أعياد الاستقلال النوفمبري احتضنت صيرة وعلى مدى 3 أيام مهرجان التسوق والترفيه في موسمه السابع بمشاركة واسعة للمرأة المنتجة. سبعة أعوام وعدن تحيي مهرجان التسوق التجاري الفني الذي يقيمه اتحاد مالكات المشاريع الصغيرة كتقليد سنوي لبازار يفتح أمام صناع الحرف وهواة التسويق آفاقا واعدة. أركان بازار التسوق تزينت بأعمال السيدات التي وجدنا في ذكرى الاستقلال 30 من نوفمبر مناسبة للاحتفاء بالمنتوجات المحلية والدور الريادي للمرأة. الإقبال الكبير على البازار جسد إلى حد كبير شغف المجتمع العدني بما تبدعه الأيادي الناعمة وتمسكه بموروثه الاجتماعي متنوع النقش والذوق والتصميم. أينما يحل الجمال يحضر الفن الشعبي ملازما ولا يغيب ليمتزج الحاضر بأصالة ماضيه الجميل. فقرات فنية متنوعة صاحبت أجواء مهرجان التسوق، رسمت لوحات رقص بديعة لفتيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، يخلدن تراث مدينة لم يحجبه عن الأجيال تقادم السنين. يتيح البازار للنساء فرصة تسويق أنفسهن والترويج لمشاريعهن الصغيرة كتجربة جديدة في عالم المال والأعمال. ضم
مهرجان التسوق منتوجات عدة لا تكاد تجتمع في مكان واحد، الأمر الذي جعل منه قبلة للعائلات ومزارا للمهتمين. معظم محتويات البازار قادمة من عمق التراث بإنتاج حديث تلبي حاجة المجتمع العدني وتجسد هويته وموروثه الاجتماعي. إحياء مهرجانات البازار الشعبي ستظل تجربة لها مكانتها الفريدة وتؤسس لمرحلة جديدة من الازدهار قوامه التنمية والاستقرار والسلام. لا تزال رياضة كرة القدم شغف العديد من الشباب، وأحمد العنبري أحد هؤلاء الشباب الذي عشق الرياضة منذ الطفولة وأصبح اليوم اسماً لامعاً في مجال رياضة كرة القدم. محمد الخضر أحمد العنبري لاعب كرة قدم عشق الرياضة منذ الطفولة متأثراً بأبيه، كانت المدرسة المحطة الأولى لشغفه الكروي وارتبط اسمه بعدد من الأندية في شمال الوطن وجنوبه. بدايتنا كبداية أي لاعب رياضي في البداية درجت من الحواري إلى المدارس، وبدأنا في المدارس بدأت يعني مهاراتنا تظهر، وأقول حضروا عني ناس من المكتشفين من الأندية من نادي وحدة عدن، واحد شخص يعني بعد الله ثم فضله اسمه حفيظي، أجا أخذنا إلى نادي وحدة عدن، وبدأت يعني إن شاء الله الحمد لله الرياضة من نادي وحدة عدن من الفئات العمرية إلى تدرك الفريق الأول. لعبت مع وحدة عدن 4 مواسم، ومن بعدها انتقلت إلى نادي شعب صنعاء بمقابل مبلغ مادي بإخلاء الطرف حقي، ولعبت في شعب صنعاء 4 مواسم كمان. من نادي وحدة عدن بدأ العنبري مشواره الرياضي مترقلاً بين أندية شعب صنعاء والتلال وشباب المنصورة قبل أن يستقر به الحال في نادي فحمان بمحافظة أبين موطن الميلاد ومرتع الصبا. 4 مواسم مع وحدة عدن وشعب صنعاء كانت أفضل مواسمي، أفضل أيام حياتي اللي قضيت فيها من ناحية المهارات الرياضية وكرة القدم، وكنت مشارك بهذه الفترة مع المنتخبات الفئات العمرية مع الناشئين مع الكابتن عبد الله فضيل ومساعده محمد عبيد، ومن ثم انتقلت إلى مع الكابتن سامي نعاش، ومن ثم انتقلت للفريق الأولمبي مع كابتن إبراهام المدرب الأثيوبي، وحققنا برضو إنجازات حلوة، وكنت مشارك معهم في مع مدرب استرشكو في خليج 20، كان تم استدعائي أنا ومجموعة من اللاعبين الشباب، ولما قبل البطولة كذا في خلال أسبوع هنا في عدن تم استبعادنا من أجل اللاعبين الخبرة اللي قدم أقدم مننا، لكن الحمد لله مشى المشوار، لكن في خلاف على موضوع المنتخب بيني وبين الاتحاد شخصي، وتم استبعادي من المنتخبات نهائيا بشريطة أن أنا أبقى ألعب في شعب صنعاء، واستمرت في شعب صنعاء 4 سنين، وبعد 4 مواسم انتقلت إلى نادي التلال عدن من عرق برضو الأندية في عدن بجانب وحدة عدن، النادي اللي أنا افتخرنا لعبت فيه ونشأت فيه، ولعبت موسم مع نادي وحدة عدن مع التلال عفوا، ومن ثم انتقلت إلى فحمان أبين، انتقلت نادي فحمان أبين طبعا هو نادي بلادي وقريتي ومنطقتي، والحمد لله انه برضه الواحد يلعب وينهي مشواره في نادي منطقته يعني وبلاده. شارك العنبري في عدد من البطولات المحليه خلال فتره احترافه بانديه عدن وصنعاء،
ومثلت بالنسبة له الفترة الذهبية لمسيرته الرياضية، ويعتبر التهديف في مرمى الخصم طموحا لكل لاعب ودافعه نحو الصدارة. بعد أيام الحرب هذه، وعادنا نحن لازلنا في الحرب، بس الأيام هذه في أماكن الاستقرار المحافظات المستقرة الآن حاليا تقريبا ما عاد فيش رياضة. يعني الرياضة هنا يعني بدل ما تطلع لفوق عادها تنزل لتحت. أصبح هنا كل التركيز على الإعلام الأندية بس فقط، إعلام الأندية هو اللي يشتغل، وفي الرياضة ما عاد فيش عاد ما تطورات، ما فيش اهتمام، ما فيش بطولات كذا يعني رسمية مكثفة أو بطولات حتى غير مكثفة. يعني بصراحة أنا اللاعبين القادمين لهم مستقبل تقريبا مظلومين كثير بالوضع الحالي أو بالوقت أو السنين هذه اللي تفوت عليهم. نحن الحمد لله ممكن نقول لعبنا مواسم سابقة وللآن نحن لازلنا نلعب، بس متحسرين ويعني كذا مقهورين على الأيام هذه، لأن الأيام السابقة كانت أكثر من الآن بكثير. بس نقول الوضع تغير، بس المحافظات اللي هي الآن مستقرة المفروض يطوروا من جانب الرياضة، يطوروا من البطولات، يكثفوا منها ويهتموا في الرياضة بشكل خاص. يؤكد اللاعب العنبري حاجة الرياضة والرياضيين في اليمن إلى المزيد من الدعم والرعاية والاهتمام، ويشدد على ضرورة الالتزام بالمعيارية في تشكيل المنتخبات الوطنية لتجاوز حالة الإخفاق المتكررة في بطولات كأس آسيا والخليج. أحب أقول كلمة بس لمحافظة عدن وللرياضيين مسؤولين عليها من جانب جميع رؤساء الأندية والإدارات حق الأندية والوزارة الشباب والرياضة والاتحاد العام واتحاد فرع عدن، أن يهتموا بالرياضة ويركزوا عليها ويتجنبوا يعني الصحابة أو مصحابة أو العلاقات الشخصية، أن يركزوا على مصلحة واحدة ويتركوا المصالح الشخصية كلها على جنب والصداقة على جنب، أنه من أجل نجاح الرياضة. وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نلقاكم في حلقة جديدة بإذن الله.